نتيجة الثانوية العامة أعتقد هتكون بكرة، اه ان فاحنا شاء الله عايزين كل اللي هينجحوا واللي مش هينجحوا يجوا برضو يتبسطوا. اللي هينجحوا يتبسطوا، واللي مش هينجحوا يجي يعني يغسلوا احزانهم هنا في بنت لا هو ما العالمين. يحزنوش، أصل أنا عايز أقول لك حاجة بس ما تتخضش، أنا اللي بيسقطوا في الثانوية العامة ببارك لهم زي اللي نجحوا، لأن دايماً أي حد ما بينجحش في حاجة بقول له دي يعني حاجة حصلت لك هتقويك، خليها تقويك ما تكسركش، صحيح واقعد تفكر هو انا سقطت ليه؟ انا ما نجحتش ليه؟ ما والله، جبتش ولا مجموعة؟ ليها اي علاقه بالكارير المهني. يعني انت صح. ممكن تكون دراسيا مش ده الاهتمام، يعني مش فكره، مش ده يعني مش دي الحاجه اللي انت متفوق فيها، ربنا سبحانه وتعالى كتب لك التفوق في حاجه حاجة تانية تانية. في حياتك المهنيه. صحيح. واحنا بما ان احنا ذكرنا الثانوية العامة والنتيجة بكرة، وبالتوفيق لكل الناس، وعايزين نسمع زغاريط المصريين ان في شاء كل الله. البيوت، ومرة تانية بقول اللي مش هينجحوا ما تزعلوش، هتعدوها وهتنجحوا. وانا سقطت في الثانوية العامة وقويت جدا، وفي السنة وما عدتها طلعت رابع على المدرسة، فانا بقولها على الهواء مباشرة، فمحدش يزعل. ويمكن احنا بنقول التعليم الفني هو اه طبعا المستقبل، اه طبعا التعليم الفني، طبعا أرجوكوا عايزين نظرة المجتمع تتغير تجاه التعليم الفني، ونشجع الناس ان هم يخشوا تعليم فني، يعني هيستفيدوا، اي هيطلعوا معاهم صنعة، هيطلعوا معاهم حرف، هيطلعوا بيعرفوا يعملوا حاجة. انا خريج تجارة ما اتعلمتش اي حاجة بصراحة، يعني يمكن لو كان في ايامي الناس بتفكر زي دلوقتي كنت ممكن اخش، لان انا بحب جدا مثلا النقاشة، اي ده بجد مش هزار، يا حتى انا بيتي انا بقعد ابيضه، فكنت ممكن اخش حاجه كده. لا خلي، انا نفسي تختفي، يختفي من الوجود فكره كليات القمه دي. مفيش حاجه مفيش اسمها حاجه كده، اسمها كليه قمه، مفيش حاجه اسمها كده، يعني مفيش دوله في الدنيا بتقوم على مهندسين ودكاتره بس، مفيش حاجه اسمها كده. ومفيش حاجه اسمها كده خالص. ويعني ويا ريت كلمه بقى للاهالي، ما ترغموش اولادكم انه مش صح عشان جابوا 99% لازم يخش الطب، صح لا هو ممكن يبقى شايف نفسه في المحاماه، اي شايف نفسه انه هيبقى محامي شاطر، اه مش عشان البنت جابت برضه 99 لازم تبقى مهندسه زي باباها وزي خالها، لا ممكن تشوف نفسها في سياسه واقتصاد، يعني صح، كل واحد سيبوهم. ليه انترست وليه هوايه وليه افضليه لحاجه معينه هو بيحبها، وهي دي اللي هيتفوق فيها بعد كده. صحيح.